مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من باسكت with مو Triangle Offense. موضوع حلقة اليوم هو موضوع صعب، موضوع واسع، موضوع طويل، لكنه موضوع شيق، خاصة وقت اللي نحن نعرف أنه سيستم لعب حصد 11 بطولة NBA ضمن 20 عام، فهو بالتالي موضوع كبير ما ممكن أنا لخصه ضمن حلقة ربع ساعة ولا حتى إن كانت نصف ساعة. لهيك أنا الموضوع راح أقسمه على كذا حلقة لحتى توصل المعلومة لإلكم بأسلوب سلس ولحتى ما تملوا. ضلوا معي. أول شيء واللي هو كتير مهم أنه نحن نعرفه، Triangle Offense يعمل على توفير مساحة كافية للاعبين بأرض الملعب لتحركهم. هالتحرك اللي هو مبني على قراءة اللاعبين للاعبي الدفاع، وبالTriangle Offense في عدد لا محدود من الاحتمالات، لهيك على اللاعب المهاجم أن يكون قارئ جيد بأرض الملعب. Triangle Offense في له إيجابيات وإله سلبيات، لهيك هلأ سوا رح نتعرف شو هي الإيجابيات وشو هي سلبيات هذا السيستم. الإيجابيات: واحد، لما نحن بنلعب Triangle Offense فبنلغي شيء اسمه مركز محدد لأي لاعب، أي كل اللاعبين interchangeable، بيغيروا مواقعهم بحسب تحركات اللاعبين المهاجمين المبني على قراءة الديفنس. حتى لاعب اللو بوست اللي هو بأغلب الوقت بيكون على اللو بوست راح يسوي روتيشن أو راح يدور مع دوران الكرة ومع تحرك اللاعبين. رقم 2، Triangle Offense مثل ما أنا حكيت هو سيستم دائم مستمر، ما بيوقف لحتى يخلق فرصة سكور بأرض الملعب. 3، الإيجابية الثالثة واللي هي أنه Triangle Offense بيساهم في تطوير فكر لاعب الباسكتبول من خلال تعليم وتدريب اللاعب على أنه يكون قارئ جيد بأرض الملعب وعلى أساسها يأخذ القرار الصحيح. الإيجابية الرابعة واللي هي أنه Triangle Offense بيشارك جميع اللاعبين بأرض الملعب دون استثناء، لهيك ما عاد رح نلاقي لاعب محتفظ بالكرة أغلب الوقت. وأما فيما يتعلق بسلبيات Triangle Offense فهي: واحد، Triangle Offense يحتاج للاعبين مهاريين عندهم مهارة عالية، ليست مهارة فنية فقط وإنما مهارة في قراءة أرض الملعب. وبالمناسبة في أحد المتابعين ذكر هالموضوع وهو مشكور جدا بالفيديو السابق اللي أنا ساويته، واللي كان هو عبارة عن مقدمة صغيرة عن الموضوع. رقم 2 من السلبيات بسبب انه Triangle Offense يحتوي على عدد لا محدود من الاحتمالات وتحركات اللاعبين، لهيك اللاعب لازم يكون قادر على انه يحفظ جميع الحالات اللي ممكن يواجهها. لهيك انا ما بنصح كثير Triangle Offense لفرق الفئات العمرية. السلبية رقم 3 واللي أنا بلاقيها شغلة صعبة ممكن تواجه أي كوتش عم يطبق Triangle Offense، واللي هي أنه كل لاعب بأرض الملعب هو حد ذاته كوتش، راح ياخد القرار الصائب وفي الوقت المناسب، وبنفس الوقت بده يكون منسجم مع باقي الفريق. لهيك الكوتش لازم يكون عنده ثقة عمياء بلاعبينه ويكون هادئ، وهالشي طبعا بده تدريب وبده عمل جاد. وهلأ بالشرح على أرض الملعب، مثل ما أنا شايفين Triangle Offense راح يتم بتوزيع اللي هو 2-2-1، مثل ما أنا شايفين 2-2-1. وأنا هون لازم نبه على موضوع بأنه لاعب التريجر ولاعب البوست لازم يكونوا على خط واحد مع الباسكت. مثل ما قلنا هون التريجر والخمسة على خط واحد. أنا اليوم راح أحكي على المبادئ الأساسية للTriangle Offense والحركة الأولية يلي بتتم من خلاله.
وهلا اول حاله انا راح بحكي عنها او اول يعني انتري اللي هي انسايد كات. الكورنر بيعطي باس للتريجر وبعدين راح يسوي كات على الزاويه مثل ما انا شايفين، ولاعب ثلاثة او التريل راح بيغطي على التوب كي. بالنسبه للاعب التريجر دائما لازم تكون عنده الأولوية الأولى إنه هو يعطي باس للبوست. لازم تكون الأولوية الأولى مثل ما أنا حكيت إنه هو يعطي باس للبوست لحتى يكون قادر إنه يلعب 1-1 ويجيب باسكت. هلا بهالحالة هلا صار في عنا مثلثين سايد لاين تريانجل ولو هاي تريانجل. هلا ضروري كتير لاعب البوست انه يكون قادر على انه ياخد موقع مناسب لحتى ياخد الباس من التريجر. كذلك في حال اللاعب المدافع عمل ديناي من جهة البيز لاين فممكن تريجر يعطي باس للتريل بدوره يعطي البوست، وفي حال عمل ديناي على تاني جهة بيعطي باس للكورنر ومن الكورنر للبوست. طبعا دائما وابدا لازم يكون في انسجام تام بين اللاعبين. هلا تاني حالة اللي بدي احكي عنها واللي هي الاوتسايد كات. هلا في حال كان الباس ممكن يوصل بسرعة نحو البوست، فبعد ما الكورنر يمرر باس نحو التريجر راح يسوي اوتسايد كات نحو الكورنر. هلا تالت حالة انا راح بحكي عنها اللي هي UCLA cut. لاعب البوست راح يطلع يسوي سكرين للكورنر اللي راح ينزل اول شيء على اللو بوست، بعدين راح يطلع خانجا نحو القوس والبوست راح يرجع ينزل على اللو بوست. وانا بدي هون اذكر على انه لازم يكون بخط واحد مع الـ تريجر ومع الباسكت. الحالة يلي بعدها اللي بدي احكي عنها ويلي هي دريبل انتري. بهالحالة الكورنر راح بيساوي دريبلينج لعند موقع التريجر اللي بده ينزل بدوره نحو الزاوية. هيدي الحالة بنستعملها لما يكون الباص صعب بين الكورنر وبين التريجر. الحالة اللي بدي احكي عنها هلا واللي هي الويك سايد انتري، بنستعمل هيدي الحالة لتشتيت المدافعين وخلخلة دفاعهم عن طريق تغيير جهة اللعب. هلا الكورنر راح بمرر نحو التريل وفورا الاوبوزيت راح يطلع خارج القوس. التريل راح بمرر للاوبوزيت وراح يسوي انسايد كات نحو الكورنر، والفايف راح يغير جهته لحتى يروح على ثاني جهة ويسووا سايد لاين تريانجل. هلأ لما يكون في عندنا لاعب بوست مهاري قادر على انه يلعب من خارج القوس، هون راح نروح على الحالة رقم 6 يلي هي بوست بوب انتري، أو لما نكون بحاجة سحب مدافع البوست. هلأ البوست راح يطلع نحو خارج القوس
والكورنر راح يسوي كات نحو اللو بوست وهيك راح يشكله سايد لاين تراينجل. هلا انا اخر حاله راح بحكي عنها يلي هي البوست سكرين انتري. الكورنر هون راح يعمل اوتسايد كات بعد الباس، والبوست راح يروح يعمل سكرين على الهاي بوست للاوبوزيت اللي راح ينزل ياخذ مكانه على اللو بوست ويعملوا سايد لاين تراينجل، والثلاثه راح يغطي. طبعا في حالات ثانيه انا فيني احكي عنها، لكن انا اليوم جبت 7 حالات واشرحت عنهم. فينو اي كوتش يبلش بحالتين او ثلاثة، لكن يبقى الشيء المهم هو وجود الانسجام التام بين لاعبي الفريق الواحد. وهيك منكون وصلنا لختام هيدي الحلقة اللي هي كانت القسم الاول من Triangle Offense. تعليقاتكم ومشاركاتكم هي شغلة هامة كتير بالنسبة إلي، وبنفس الوقت أنا بتمنى دعمكم على صفحة الفيسبوك من خلال اللايك أو الشير لحتى توصل للمعلومة لأكبر قدر ممكن من العالم، وعلى اليوتيوب من خلال سبسكرايب. وللحلقة الجاية انطروني، ضلوا بخير، باي باي.